انت بعدك ما بتعرفني يا ولد، ولا بتعرف شو قادر اعمل. شي مرة جربت تسألي يوسف عن مرته القديمة وليش طلقها؟ ست سلمى تشارطت هي وكارين إذا رح تقدر تعلقك فيها أو لا. الشرط كان على علبة عيلتك. نبيل اتجوز مرة تاني، جاب منها ولد وسميه وائل. بس هاي اللي اسمها سلمى رح تدفع الثمن غالي. حنين الدم يوميا ما عدا السبت بعد الأخبار على الـ LBCI.